السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحه لاباس؟ عواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد عليكم وعلى وليداتكم، والله يرزقكم الصحه والعافيه يا ربي. اليوم شي ودر غدير معكم مطيلعات صغيورين ديال العماره. كيف كتشوفوا هنا كنحتاجوا المقادير اللي كنحتاجوا دقيق الفرص، زلافه نتاع دقيق الفرص، وزلافه ديال دقيق الحرش الفينو او دقيق الخاشي. كنحتاجوا الخميره، معلقه كبيره ديال الخميره ما عمراش، وكنحتاجوا المعلقه صغيره ديال سنيده، غير معلقه صغيره سنيده غير على قبل باش يجيكم اللون زوينين في هذا المطلع. وكنحتاجوا الملح، هادشي اللي كاين. وكنسخنوا الماء هو باش غنعجنوا هذا المطلع. اكيد ان المطلع شحال مره عجنته معكم، فغادي نطفيو التليفون تنعجنوا هاد العجينه. غنعجنوها بالماء دافي ما سخونش بزاف، وغنخليو هاد العجينه ترتاح، ومن بعد غادي نرجعوا معكم. راه كاينه العجينه ديال المطلع في القناه، ما كاينلاش نعجنها معكم. غادي نعجنها بيديا مزيان حتى نجمع العجينه. كلشي كيعرف الا عندكم الروبو راه كديروا الدقيق وكديروا الماء والخميره وقبيصه ديال السكر سنيده، غير معلقه صغيره وشويه ديال الملح. هادشي اللي كاين في هاد العجينه، ومطلع معروف كلشي كيعرف ليه. غير وريت لكم خصكم ديروا قد الفينو قد الحرش، كون قد ولا كتبغيوهم مرطبين راه كديروا دقيق الفرص غالب على الفينو. انا غادي تنبغيهم شويه يكونوا حرشين، هكذا الطريقه تيكونوا زوينين وما كيضروش في المعده. وتنتمنى انكم جربوهم. ملي نعجنوا هاد العجينه ونخلوها ترتاح، غادي نرجعوا باش نقطعوا معكم هاد المطيلعات الصغيورين. كيف كتشوفوا هنايا، انتم كتشوفوا العجينه اللي عجنت، الدقيق اللي درت عجنتو. هانتوما شوفوا العجينه كيف دايره، مطلوقه العجينه ومرتاحه لينا. كنشدوها كنقطعوها على النص، وكنسرحوها بحال هكا. الا عندكم المدلك سرحوه بالمدلك، انا كنسرح ليه بيديا هكا. كنبقاو كنسرحوها مزيان مزيان بحال هكا. العجينه راه مخدومه مزيان، ملي عجنتها دلكتها مزيان تقريبا شي ربع ساعه ديال التدليك، وكتخليوها هكا ترتاح باش ما تحلوش معاها. الا بغيتوها نتوما كنسرحها دغيا دغيا، ما فيهاش حتى شي صعوبه، كتسرح لينا بسهوله. غادي نبقاو نسرحوها ونديرو دقيق الحرش باش ما يجيوش المطيلعات شعبي. ما ديريش ما تكرسيش بالدقيق الفرص الا بغيتي المطيلعات ما يجيوكش شعبي، ما عدا الا ما كاينش عندك راه تقدي باش ما كان كتكرسي بدقيق الفينو بحال هكا. كنسرحها كبيره باش ما تعينيش، وكنقطع دغيا كندير دقيق باش ما تلصقش ليا. هانتوما في دايره كنجنيبات هما كنسرحهم باش ما يجيونيش غلا وكيجيوني قد. كنجيبو كاس، نتمنى تكونوا كتشوفوا كدغيا كنقطع. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد المطيلعات، راه كيجيو زوينين وانتم عمرهم باش ما بغيتو. هانتوما ها هي، ها هما راه باقي. هادو غادي يطلعوا، واخا كيبانوا لكم رقيق رقيق راه غادي يطلعوا. هانتوما كنصفو في الطاوة ونخليهم يخمروا. وانتم العمارة باش ما عندكم راه غادي تعمروا ما اللي عندكم عمرو به، غادي نصوبوهم وغادي ان شاء الله مره اخرى غادي نعمرهم معكم باش ما يجيوناش الفيديو طويل. الا كنتو كتبغيو كبر من هادو، كاين قطاعات كبر من هاد الكيسان كتقطع ليك. ها نتوما بحال هكا تمشيو مع كتمشيو مع الكاس، كتقطعو بالكاس ولا باللي عندكم نتوما قطعه ولا كاس ولا اللي كاين. المطيلعات هما هادو، ها هما بحال هكا كيجيو زوينين وكيطلعو وليدات. ونتمنى انكم تجربوهم، ساهلين وبسيطين بلا ما تشريوهم. خليو الناس اللي خدامين يشريوهم ماشي مشكل. ها نتوما بحال هكا كنخلي نغطيهم دابا بزيف ونخليهم يخمروا طلع فيهم الخميره. اساس هي الخميره، الا بغيتيهم يجيوكم خاويين من الداخل خليهم يخمروا صافي.
صافي غنكمل هذا العجين اللي عندي. غنكمل هذا العجين كله اللي عندي وغادي نطيبهم، وغادي تشوفوني كيف كنطيبهم. غنشارك معكم الطياب وهادشي اللي كاين. تنتمنى انه غتشط لكم ثاني هاد العجينه، غتشط لكم هاد العجينه. جمعوها، هاد العجينه كتجمعوها بحال هكا، جمعوها وخليوها ترتاح. ديروا لها بحال هكا وخليوها ترتاح مزيان، ثاني خليوها بحال هكا وخليوها على جنب حتى ترتاح، عاوتاني قرصوها وطبعوها. هانتوما هادو هما المطيلعات، المطيلعات غنخليهم حتى يخمروا لينا مزيان. نخلو المطيلعات يخمروا مزيان مزيان، تيخمروا نمشيو نغطيهم بشي زيف ونخليهم يخمروا على ما نكمل هاد الشهاد. نكمل هاد العجينه اللي عندي انايا. وكنصحكم واحد النصيحه، ما ديروش بحال هاد المعجنات في الثلاجه الا ما كنتوش خدامين. صاوبوا كل كميه كتصاوبوها، الا صاوبتوا ديال يومين ما تزيدوش اكثر من يومين. ما تخلوش في سيمانه هاد المعجنات في الثلاجه في الفريكو، راه كيخسروا. لا هما تعجنوا حاجه طريه، حاجه تكون مزيانه يومين كاع ثلاث ايام فقط لا غير. انا ما كندير شي حاجه في الفريكو، كنعجن ديال يومين ثلاث ايام صافي. حدو كاع يومين، ما كنفوتش يومين. هذه هي الصراحه، ما كنفوتش يومين في المعجنات صافي. كنعاود ندير وحدين اخرين جداد. وتنتمنى انكم تجربوا هذا المطلع، وان شاء الله يخمروا لينا غادي تشوفهم كيفاش غنطيبوه. شكرا. كيف تشوفوا رجعنا باش نطيبوا معكم هاد المطيلعات اللي عجنا. غادي نوريكم الطريقه كيف غنطيبوهم. كيف تشوفوا هنا درنا مقله، غادي نديروهم بحال هكا ونبقاو كنطيبوهم، خليناهم حتى يرتاحوا لينا. ها انتم شوفوا كي تيطلعوا بحال هكا، غادي يبقاو يطلعوا. دابا راه كيطيبوا، درنا مقله قلبناها على كفاها وكنطيبو دروكا. بحال هكا حنا طيبنا وحدين اخرين، وحدين كبار بحال هكا طيبناهم. طيبنا الكبار اللي بغاهم يديرهم السحور او اللي بغاهم. وحنا نشاركو معاكم هادو. كنديرو مقله كبيره باش طيب لينا بمره كميه كبيره، ولا نديرو جوج مقيلات نخليهم يتنفخوا لينا. الاساس هما يتنفخوا. هانتوما شوفوهم كيتنفخوا. كنخليهم كيطيبوا كيتنفخوا لينا، وكنبقاو كنقلبوا باش ما يتحرقوش. ملي كيبقاو تيطلعوا نقصوا على البوطه. هانتوما شوفوهم كي تيتنفخوا، كنبقاو نطيبوهم بوحيده بوحيده بحال هكا، نبقاو نقصوا البوطه باش ما يتحرقوش لينا. البوطه شويه، ها هما كيتنفخو شتوهم. كيجيو مبطبطين منفوخين. وانتوما العماره اللي بغيتو نتوما عمرو بيه، عمرو بيه اللي عندكم في الدار، فرماج، دجاج، كفته، الحوت، اللي كاين كيعمرو بيه على البطاطا وتيجيو زوينين. ها هما شوفوهم كيف تيطلعوها،
منفوخين من الداخل مهويين بحال هكا. كنبقاو نطيبو حتى نكملو نطيبو هاد الكميه كلها دغيا. كنطيبوها الا درتو شي مقله كبيره دغيا كيطيبو وكيجيو زوينين. ما عندكم كطيبو ديك السميده مسحو وقت ما حيدتو كميه مسحو مزيان المقله باش ما تحرقش ليكم ديك هذيك السميده. بقاو غاديين بحال هكا وكنطيبو. فكركم هادو عجناهم بالدقيق الفورص والفينو، قلت الفينو قلت الفورص كيف صيفطنا لكم في الفيديو. دلكناهم مزيان وكيجيو زوينين. هادو عمرهم باش ما بغيتو، انا غنعمرهم غير بشويه ديال الدجاج وشويه ديال الزيتون. اللي موجود عندكم عمرو به، اللي موجود ما تكلفوش على راسكم. الحاجه اللي بتجي بنينه غير الزيتون والفرماج وشويه الكاشير كيجيو فيهم زوينين، ولا البيض مسلوق محكوك مع شويه الكاشير، ولا شويه ديال الكفته غير تقريبا رابعه ولا نص رابعه كيجيو زوينين بالطبيطات وتيتكالو. صافي نتمنى انكم جربوهم، راه كيجيو زوينين وراقيين، وان شاء الله ملي نكملوهم نوريوه لكم في الطبق التقديم. وشكرا.